ما تيجوا نشوف وجه تاني، وجه آخر للقوة الناعمة. احنا بنتكلم على منتدى شباب العالم، ومن أول ما بدأ ومنتدى شباب العالم كان نقطة تواصل رائعة وعظيمة جدا جدا ما بين مصر والعالم، جزء من أن مصر تقول للعالم أو لشباب العالم: يا شباب العالم تعالوا لمصر لأرض السلام، تعالوا عضوا وتكلموا وناقشوا، ناقشوا قضايا سياسية، قضايا اجتماعية، قضايا تخص العلم، تخص البيئة، تخص المناخ، تعالوا تكلموا. والقيادة المصرية بنفسها كانت موجودة، عدد من القيادات الدولية سواء من ملوك، من أمراء، من رؤساء، رؤساء حكومات، وطبعا وزراء من دول كتيرة جدا جدا حضرت منتديات شباب العالم اللي كانت بتقام في مصر، وشافوا هذه النقاشات، طلع منها توصيات. الأمم المتحدة حتى نفسها كانت تبنت هذه القرارات اللي طلعت وأشادت أكتر من مرة بمخرجات منتديات شباب العالم. الجمعية العامة للأمم المتحدة، وده الجديد النهاردة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الأراء قرار حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وفي تعزيز تواصلهم بالمنظمات الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف. المشروع أو مشروع القرار قدمته مجموعة من الدول في عضويتها مصر، البرتغال، جامايكا، الدومينيكان، ولاوس. القرار رحب بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب وخصوصا منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربعة في أنه يمكن الشباب ويتيح ليهم فرصة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم ويكون ليهم تأثير كمان على العالم. برحب بسعادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ أهلا، مساء الخير يا أستاذ عمرو. أهلا وسهلا، الحمد لله يا فندم. وحضرتك يعني كنت من الحريصين يعني على الحضور للمنتديات، منتديات شباب العالم، ولما تلاقي الأمم المتحدة بتعتمد قرار بهذا الشأن، ده تأثيره بيبقى إيه سعادة السفير؟ طبعا أنت حضرتك، إحنا كان عندنا الريادة والمبادرة في هذا الموضوع كدولة مصرية، وبعدين حضرتك شايف دلوقتي ان العالم كله بيتجه الى صراعات ومنازعات وتغيرات في المناخ وغيره من الاحداث اللي بتحصل بشكل سريع ومتسارع جدا. فاذا كان من المفروض فعلا ان احنا نحاول ان نضع او ننظر الى المستقبل. المستقبل هيكون ايه؟ ان الشباب العالم هيكون عنده درايه بهذه المشاكل وعنده درايه ببعضه البعض، وعارف ان الدول الناميه تحتاج إلى السلام وتحتاج إلى التنمية، وفي دول متقدمة تملك تكنولوجيا عالية مسؤولة عن هذه الدول النامية. وبالتالي الفكرة كانت هي بمثابة يعني تشكيل شبكة أمان للمستقبل، بحيث أن الشباب يقدر فعلا يواجه التحديات القادمة اللي هي أصبحت غير مسبوقة ولم تحدث من قبل في العالم. يعني أنا بشوف أن هذا القرار قرار حكيم من جانب الأمم المتحدة، وكان لمصر يعني السبق والريادة في هذا الشأن. ويمكن حضرتك تتذكر أنه يعني التواجد كان قد إيه مؤثر، والشباب بيبعت يعني طبعا رسائل أصدقائه في كل مكان طبعا. فكانت شرم الشيخ وهذه المنتديات بوجه عام كانت زي ما نقول يعني بوتقة تلتقي فيها حضارات مختلفة وثقافات مختلفة، وبترسل إشعاع إيجابي للجميع. فبالتالي أنا بشوف أن هذا قرار من شأنه أن احنا أولا يشجعنا على الاستمرار في هذا المنتدى، وفي نفس الوقت أن العالم يحذو حظنا ويكون هناك فعلا شبكة أمان للمستقبل من الشباب الواعي اللي بيدرك يعني بالمشاكل الحالية وضرورة اللجوء إلى السلام وإلى الحوار والتفاوض بدلا من استعمال القوة. طيب سعادة السفير اسمح لي يعني مش هبعد بعيد يعني عن ما ذكرته حضرتك، ولكن من أول حلقة احنا بنتكلم على فكرة القوة الناعمة لمصر، للدولة المصرية، من أول مهرجان العالمين اللي بيختتم فعالياته لمحمد صلاح نجمنا، لمحمد الفايدة الله يرحمه وتأثيره واسمه وشهرته، للإندبندنت وترشيحها لأماكن، ودكتور زي، وأسماء مصرية كبيرة جدا جدا، يعني لو قعدنا هنا لبكرة مش هننتهي من هذه القائمة. ولكن شايف أهمية ده إيه؟ ممكن حد يقول يعني هتضيف لنا إيه يعني القوة الناعمة اللي بتقول عليها دي يا عمرو؟ لا لا، ازاي بقى، ده موضوع مهم جدا، ودور العالم كلها اصبحت تسعى اليه
وتسعى انها تعزز قدراتها في هذا المجال. لكن مصر الحمد لله ربنا حباها بذخيره واسعه جدا وكبيره، من زي ما سيادتك تفضلت، من الشخصيات او من الاثار او من الحضاره او من صحيح. الثقافه او من السينما. السينما ما بتنساش ان هي كانت احد العوامل طبعا. المهمه في نشر قوه مصر الناعمه. والأزهر. طبعا، فحضرتك احنا عندنا يعني مجالات متعدده و لها تأثير فعلا، سواء كان في الإقليم أو في العالم كله. طبعا. والأزهر والكنيسة ده أكيد. مؤكد، دول أكيد. يعني من الأساسيات في طبعا. تعاملنا في قوتنا الناعمة. فبالتالي أنا بشوف إنه لا، مصر بتملك قوة ناعمة هائلة، وأعتقد إن العالم كله بيدرك هذا. عشان كده كان حضرتك بتشوف إن في إقبال دائم من الشباب إن هو يجي هذه المنتديات ويتواجد في مصر و يعزز فعلا من قوتنا الناعمة، وما نطلق عليه الآن في العالم الحديث حقيقي. الدبلوماسية مظبوط العامة. مظبوط. بشكر سيادتك يا فندم، شكرا جزيلا. سعادة السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق.